السلام عليكم، شلونكم ياب؟ اليوم راح اشوفكم شلون سويت هذا السلايدر حتى اخذ لقطات متحركه بالكاميرا، حتى اطور المحتوى مالتي اكثر، اقدم لكم الافضل دائما. اذا يعجبكم تشوفون شلون صنعته تابعوا الفيديو وياي. اول شغله راح اسويها، راح اجيب لي قطعه بلاي وود، راح اسوي الهيكل مال السلايدر من البلاي وود، حتى الذراع اللي يلزمه مع هذا الستاند انا عندي موجود قديم راح استخدمه ويا هذا المشروع. وراح استخدم ويا سلايدر كهربائي صغير مثل الروبوت، متوفر هذا عند اهل التجهيزات مال التصوير بباب الشرجي، سعره يمكن 50 دولار. بالنسبه للي عندي اجاني هديه من احد اصدقاء الصفحه، شكرا جزيلا له. زين، هسه هاي عندنا خشبتين بلاي وود، كل وحده طولها متر وعرضها 6 سنتيم، وتيبرت الحافه مالتها من جهه واحده، حتى هذه الشروخ مال السلايدر تقعد عليها هالشكل من جهة واحدة التيبر، ما يحتاج من الجهة الثانية. هسه بس اريد اقيس المسافة شقد لما تثبت، حتى اقصلها خشبات صغيرة تقعد هنا تقريبا 7.5. هاي الخشبتين وضعيتها ما عجبتني، ما اريد ابقيها هيك عدلة، دا افكر اسويها قوس هالشكل، خلي اجيب مسطرة اعوجها واقوسها. ورا ما جبت خشبة رفيعة وأشرت خط مقوس، لزقتهن اثنيناتهن بالدبل سايد تيب أو شريط لاصق وجهين، وقصيتها بمنشار التخريم شوية قريب على هذا الخط اللي رسمته. بعدين أخذتها للديسك ساندر، نعمتها وصفيتها لحد ما وصلت لهذا الخط، وبعدين طيتها تنعيم خفيف كاغذ الجامب الإيد وصارت لوز. فتحتهن، شلت شريط اللاصق للوجهين، خليت خشبات بيناتهن حتى افصلهن بمسافة، بحيث يقعد عندي هذا السلايدر الكهربائي اللي عندي فت بالضبط. شيكت الوضع شفتها اوكي، وهسه نبدي نسوي الخشبة اللي راح تلزم لي هذه الخشبات ويا الستاند القديم اللي انا مسوي. وديتها على ميز الفريزة وبديت احفر بيها حتى اسوي بيها سكة، حتى اتحكم بالارتفاع مالتها اقدر عليها وانصيها. بديت شوي شوي اخذ منها ببرينة 6 مليم اللي هي على قد سمك البرغي اللي راح استخدمه، لحد ما حفرتها حفرة كاملة. شفت شكلها مو عاجبني هالشكل، تبقى مستطيلة، سويت بيها فتح حركة حتى تصير رفيعة من جوا، لان انا ما احتاج هذا العرض كلي تزايد. فاشرت عليها واخذتها على منشار التشريح وقصيتها لحد ما وصلت لهذا القوس اللي رسمته، لانه لازم اقصه بمنشار التخريم. وقفت المنشار، سحبت الخشبة، قصيت الجهة اللي خمينا، نفس الشي وصلت لهذا القوس اللي رسمته، طفيت المنشار وشلتها وخذتها ثبتتها على الميز وبديت اقص منشار التخريم. همينا قصيت قريب من هذا الخط اللي رسمته، مو فوقه بالضبط لانه قصت منشار التخريم مو عدلة تماما. بعدين شوي شوي بكاغذ الجامب صفيتها وصارت مرتبة. نرجع للخشبات اللي سويناها سلايد، حتى اربطهن وحدة ويا اللوخ استخدمت قالب التثقيب الجانبي حتى ازرفهن واشدهن ببراغي. طبعا مو كلهن راح اقدر اربطهن ببراغي، بالاخير اخر خشبة مال التقفيل راح اثبتها بمسدس البسمار، لان اكو خشبات صغار ما اقدر اثقبها من الجهتين، فثقبتها من جهة واحدة الجهة اللي راح اثبت هاي الخشبة اللي راح تلزم لي المجموعة كليتها ويا الستاند القديم اللي عندي. وكيد حتى يصير الشغل عندي قوي استخدمت غرة ويا البراغي ثبتتهن لدن الخشبات الصغيرة. قعدت هاي الخشبة الرئيسية اللي راح تلزم لي هاي المجموعة ويا الستاند، شكلتها ببراغي، شوية داريتها ويا البراغي، استخدمت مثلث قوني حتى اضبط المسافة مالتهن اثنيناتهن، وخليت غرة وكبستهن بمسدس البسمار، يعني منها مثل ما قلت لكم ما اقدر اخلي لها براغي. هذا البرغي استخدمت الادابتر 90 درجة وقدرت اقعده الحمد لله. وهسه صارت جاهزة، نشدها على الستاند القديم مالتي، شلت الجزء العلوي مالته واخذت بس اللي جوا، هو كان اصلا ببرغي من فوق، ضفت له برغي ثاني حتى اقدر اثبت هاي السكة مالتي وما يصير بيها حركة يمنى يسرى. شدت لها نتات، ضبيتها واقدر اتحكم بالارتفاع مالتها شقد ما اريد، وصار السلايدر مالتي جاهز، واقدر اخذ بيه لقطات متحركه ومرتبه وحلوه تطور المحتوى مالتي اكثر. وبس لهنا ينتهي الفيديو مالتنا، شكرا جزيلا لمشاهدتكم، اتمنى استفاديتوا من عنده ولو بشيء بسيط. اذا كان عندكم اي ملاحظه او اقتراح يا ريت تكتبوا ليها بالتعليقات جوا. اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.